كيف تتكون الخلية الحيوانية؟ مكونات الخلية الحيوانية: الخلية الحيوانية هي نوع من الخلايا حقيقية النواة، تفترق إلى جدار الخلية يحتوي على نواة حقيقية مرتبطة بالغشاء على جانب عضيات خلوية أخرى. يتراوح حجم الخلايا الحيوانية من بعضها للمترات إلى الميكرون. وأكبر الخلية الحيوانية المعروفة هي بيضة النعامة، التي يمكن أن تمد أكثر من 1.5 بوصة، ويزن حوالي 4.1 حجم متر. يختلف شكل الخلايا الحيوانية، أيضا بعضها مسطح والبعض الآخر بيضاوي الشكل. هناك أيضا المزيد من الأشكال المثيرة للاهتمام، مثل المنحنية والكروية المعقرة والمستطيلة. معظم الخلايا المجهرية في الحجم، ولا يمكن رؤيتها إلا تحت المجهر. وهيكل الخلية الحيوانية: الخلايا الحيوانية عادة ما تكون أصغر من الخلايا النباتية. سميت مميزة أخرى هي شكل غير المنتظم، هذا يرجع إلى عدم وجود جدار الخلية، لكن الخلية الحيوانية تشترك في عضيات خلوية أخرى مع الخلايا النباتية، حيث تطورت كلاهما من الخلايا على حقيقية النواة. تشمل الخلية الحيوانية النموذجية على عضيات الخلايا التالية: غشاء الخلية طبقة رقيقة نصف غشاء من البروتين والدهون المحيطة بالأخيلة. دورها الرئيسي هو حماية الخلية من محيطها أيضا، فإنما يتحكم في الدخول والخروج العناصر الغذائية وغيرها من الكائنات المجهرية في الخلية النواة. تحتوي العديد من العضيات الفرعية الأخرى مثل النواة والكروموزومات والكروماتين، كما أنه يحتوي على الحمض النووي وغيرها من المواد الوراثية الجسم المركزي. إنه عضو صغير موجود بالقرب من النواة التي لها مركز سميك مع أنابيب مشعة. النواتج المركزية حيث يتم النتائج الأنابيب الدقيقة. وليوسيوسم حويصلات الخلية هم عضو دائري محاط بغشاء يتكون من إنزيمات هضمية تساعد في الهضم والإفراز وفي عملية تجديد الخلايا الاستوبلازم. مادة تشبه الهلام تحتوي على جميع عضيات الخلية محاطة بغشاء الخلية. تسمى المادة الموجودة داخل النواة الخلية الموجودة بالغشاء النووي والإيوبلوبلازما. جهاز جولجي جسم عضوي مسطح ذو طبقات ناعمة يشبه الكيس، يقع بالقرب من النواة ويشارك في تصنيع وتخزين وتعبئة ونقل الجزيئات في جميع أنحاء الخلية. الحبيبات الخطيئية وهي عضيئات كروية أو قضيبية الشكل ذات غشاء مزدوج، هم قوة الخلية لأنها تلعب دورا مهما في إطلاق الطاقة الريبوزوم. إنها عضيئات صغيرة مكونة من حبيبات السيتوبلازم الغنية بالحمض النووي الريبي، وهي مواقع لتخليق البروتين. الشبكة الأندوبلازمية، يتكون هذا العضو الخلوي من شبكة رقيقة متعرجة من الأكياس الغشائية التي تنشأ من النواة. وجوه عصارية، كائن عضوي مرتبط بالغشاء موجود داخل الخلية تشارك فيها الحفاظ على الشكل والتخزين المياه والغذاء والإنفايات الإخ. إنها ثقوب صغيرة موجودة في الغشاء النووي وتشارك في حركة الأحماض النووية والبروتينات داخل الخلية. ميوسروف فليمينكس هي قضبان صلبة مصنوعة من البروتينات الكروية تسمى الأكتين. هذه الخيوط هيكلية في المقام الأول في الوظيفة، وهي عنصر مهم في الهيكل الخلوي الأنبيب الدقيقة. توجد هذه الأسطوانات المستقيمة المجوفة في جميع أنحاء الاستوبلازما لجميع الخلايا الحقيقية النواة، لا تحتويها بدائيات النواة، وتنفذ مجموعة متنوعة من الوظائف بداء من النقل إلى الدعم الهيكلي للميتوكوندريا. الميتوكوندريا هي عضيات مستطيلة الشكل، توجد في الاستوبلازما في كل خلية حقيقية النواة. في الخلية الحيوانية هم المولودات الرئيسية للطاقة، وتتحول الأكسجين المواد المغذية إلى طاقة أنواع الخلية الحيوانية.